يعني عملوا من شوية القرعة بتاعت الربع النهائي في بطولة إفريقيا، الأهلي والزمالك موجودين في البطولة، وجات قرعة الأهلي قدام سان داونز، وجات قرعة الزمالك قدام الترجي. سان داونز جنوب إفريقيا علي، صح؟ صح سان داونز، ما أنا عارف بس هو جنوب إفريقيا قصدي أقول. وكان السنة اللي فاتت سان داونز خد الأهلي 5 واتغلب في ماتش الرجعة 1-0، وأقصى الأهلي من البطولة. والترجي طبعا فريق قوي جدا جدا، فالحقيقة المواجهة الرباعية دي طبعا كده علميا لن تخلو البطولة من واحد من دول من الأربعة، لأن دول هم الأربعة يعني. في أربعة تانيين، أنا آسف، ده الربع، أربعة ربع النهائي. فبس أنا رأيي إن البطولة مش تخرج من الأربعة دول. خلينا أنا معايا الكاتب الصحفي الأستاذ علاء خالد للتعليق على القرعة. أستاذ علاء مساء الخير. النور على حضرتك يا أستاذ محمد وعلى السادة مشاهدي ومتابعي قناة مكملين، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أنا سمعت تصريحات لمسؤولي سان داونز، اسمه مصري قوي المصرح، اسمه حاجة اللي حضر القرعة، واحد شخص لا. اسمه مصري كده، معرفش هو مصري ولا لأ، وقال احنا بالعكس احنا مبسوطين جدا ان احنا بنواجه الأهلي، ومش ناسين احنا غلبنا الأهلي 5-0 السنة اللي فاتت. تعليق لا. حضرتك. بلا شك انها مباراة قوية للغاية، واعتقد ان هي فرصة كبيرة للنادي الاهلي، للاعبي النادي الاهلي، لمجلس ادارة النادي الاهلي، لجماهير النادي الاهلي، من ان هي بالفعل ان هي تثأر وترد الاعتبار وترد كرامة النادي الاهلي، النادي الكبير والعريق اللي حاصل على 8 بطولات دوري ابطال افريقيا. زي ما حضرتك قلت بالفعل انه المباراة الاخيرة واللي جرت ما بين النادي الاهلي ونادي صن داونز الجنوب افريقي في البطولة الماضية انتهت بالفوز 5-0 في مباراة الذهاب لصالح صن داونز الجنوب افريقي وعلى الاراضي الجنوب افريقية، في حين مباراة العودة كانت النتيجة 1-0 للنادي الاهلي واحرز وليد ازارو حينها. فحضرتك تعرف انه مجموع اللقاءات اللي اتلعبت ما بين النادي الاهلي وصن داونز الجنوب افريقي اتلعب 6 مباريات، النادي الاهلي فاز في 3 منهم وكان التعادل مرتين، ده والنادي صن داونز الجنوب افريقي فاز في مره واحده. اذا التاريخ يصب في صالح النادي الاهلي، ولكن اخر مباراه جمعت ما بين الفريقين كانت في صالح صن داونز. لكن النادي الاهلي امامه فرصه تاريخيه ان هو يصحح المسار، خاصه ان هو طلع الثاني في مجموعته في حين صن داونز طلع الاول في المجموعه. النادي الاهلي قدامه فرصه كبيره بالفعل، وحضرتك تعلم انه المباراه هتلعب في نهايه هذا الشهر يوم 28 فبراير او 29 فبراير، مباراه الذهاب هتكون في الاراضي المصريه ومباراه الاياب هتكون لدى صن داونز الجنوب افريقي. الفرصه على الورق صن داونز ليه الافضليه بعض الشيء نتيجه ان مباراه الاياب هتكون عند صن داونز، ولكن النادي الاهلي قوي وشرس، يمتلك ايضا الجماهير المصريه اللي هتكون ليها دافع كبير جدا في ان هي تحقق الثأر. في لافته ما عجبتنيش من جمهور نادي الزمالك النهارده اثناء وهو بيلعب ضد حرس الحدود في اطار الجوله رقم 16 من عمر الدوري المصري، كان جماهير نادي الزمالك عماله تهتف وتقول 5-1 5-1، امر غير مقبول طبعا. لا معلش، خليني بس خليني قبل ما قبل 5-1 5-1 دلوقتي ده الاهلي، الزمالك هيواجه الترجي كما قيل لي 3 مرات لحد 7 مارس، منهم مره في قطر، مظبوط كده؟ صحيح، هيلعب يوم 14 فبراير مباراه السوبر الافريقي في الدوحه، وطبعا شفنا اللغط الكبير اللي كان من جانب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك حوالين تلك المباراه، لكن نادي الزمالك هيواجه نادي الترجي يوم 14 فبراير، وزي ما قلنا ان هو هيواجهه من اول يوم بالرغم من اعلان رئيس نادي الزمالك عن احتماليه عدم المواجهه، لكن في النهايه هيواجهه. اذا نادي الزمالك هيلعب امام نادي الترجي الرياضي التونسي يوم 14 فبراير، وكمان هيلعب قدامه يوم 28 او 29 فبراير في القاهره، وكمان هيلعب قدامه يوم 6 او 7 مباريات الاياب في اطار دور الثمانيه. يعني انا بتكلم انه نادي الزمالك هيواجه نادي الترجي 3 مرات خلال اقل من شهر او خلال شهر بالظبط، ده هيلعبوا 3 مرات. اذا نادي الزمالك والترجي يعتبروا هما الاثنين كتاب مفتوح لبعض، بالنسبه الى انه المدربين هيذاكروا بعض كويس جدا، خاصه انه اخر لقاء جمع ما بين الفرقتين كان في عام 2005 وانتهى حتى حينها 1-1، وكان لاحرز الهدف لنادي الترجي الرياضي التونسي هو مديره الفني الحالي معين الشعباني، في حين احرز الهدف حينها محمد عبد الواحد، وبرضه انتهى اللقاء الاياب اللي جمع الفريقين بفوز نادي الزمالك
عن طريق حازم إمام وجونيور حنها في بطولة دوري أبطال إفريقيا. إذن التاريخ أيضا بيصد في صالح نادي الزمالك لأنه الفريقين اتواجهوا 6 مرات قبل كده. نادي الزمالك استطاع أن هو يفوز في 3 في حين التعادل كان من مرتين أو التعادل تعادلوا 3 مرات. نادي الزمالك فاز مرتين ونادي الترجي الرياضي التونسي فاز مرة واحدة. طيب. لكن بالنظر إلى أنه نادي الترجي هو حامل اللقب لآخر بطولة دوري أبطال إفريقيا فده بيدي دافع كبير جدا لنادي الترجي الرياضي التونسي أنه هو يحصل على البطولة. في حين أن نادي الزمالك نعم حصل على الكونفدرالية لكنه تخبط الأداء بعض الشيء في تغيير في الأجهزة الفنية. بطولة الدوري العام المصري يمكن بدأ بفترة من الارتباك لكنه الآن بدأ يصحح المسار خاصة أنه هو فاز النهاردة أمام الحدود وصعد للمركز الثالث برصيد 28 نقطة. طيب خليني أقول لك في الكونفدرالية الطريق بيقولوا سهل لبيراميدز وشاق للمصري نحو النهائي ده اللي بيقولوه أو تفاصيل في التصنيف الأول. صحيح أتفق مع حضرتك تماما. بيراميدز كان في التصنيف الأول نتيجة أنه هو تصدر مجموعته واللي كان فيها برضو النادي المصري. بيراميدز أتى في المرتبة الأولى في حين المصري أتى في المرتبة الثانية. بيراميدز هيلاعب نادي زناكو الزامبي مباراة الذهاب هتكون في زامبيا. مطالب بيراميدز بأن هو يقتنص على الأقل تعادل أو يحقق الفوز بحيث أن مباراة الإياب اللي هتلعب في القاهرة يكون مرتاح فيها خاصة أن هو ليس لديه أي خبرات إفريقية مع العلم أن هي أول مشاركة ليه وقادر أن هو يحقق نجاحات كبيرة جدا في البطولة الإفريقية لكنه هيواجه فريق زامبي قطعا هيكون شارف بشكل كبير جدا على أرضه. أيضا نادي المصري زي ما حضرتك ذكرت هيواجه نهضة البركان. نهضة البركان قطعا لعب نهائي الكونفدرالية العام الماضي أمام نادي الزمالك استطاع نادي الزمالك بشق الأنفس أنه يحصل على البطولة أمامه بركلات الجزاء الترجيحية. نهضة البركان بالفعل هو يقدر نقول هو صاحب الحظ الأوفر في المباراة دي خاصة أنه نادي المصري أتى في الترتيب الثاني والمباراة الأولى هتكون في الأراضي المصرية في حين المباراة الإياب هتكون في الأراضي المغربية. نهضة البركان يمتلك لاعبين أقوياء للغاية أيضا لديه جمهور يعني محب للكرة في حين أيضا جماهير بورسعيد قطعا عاشقة ومحبة للنادي المصري البورسعيدي وبتشجعه بالحديد والنار وتمنياتنا قطع ان النادي المصري والنادي بيراميدز بان هم يستطيعوا يحققوا نتيجه يعني ايجابيه وصعدوا للدور قبل النهائي في الكونفدراليه الافريقيه. هم ايضا ونادي الاهلي والزمالك ان هم يحققوا المرجو والمأمول وصعدوا للسيمي فاينل الشامبيونز ليج الافريقيه.